مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل النشاط المحلية. بداية وفي الذاكرة التاريخية أحيت ولاية باتنا الذكرى 65 لاستشهاد البطل المثقف عبد العالي بن بعطوش من خلال العديد من النشاطات التاريخية إلى جانب وضع مشاريع تنموية حيز الخدمة. يونس لكحالديب. في الذكرى 65 لاستشهاد الرائد عبد العالي بن بعطوش وقوف عند تضحية الرجل، فهو المثقف ميسور الحال أنذاك، ولم ينهه ذلك عن اللحاق بصفوف الثورة المظفرة. 56 و55 نادوا به يجي الثورة، هو من إنسان مثقف وكانوا يحتاجوا المثقفين في ذلك الزمان هذاك. عبد العالي بعطوش كما يعني هو معروف جسمه ما شاء الله، أعطاه الله بسطه في الجسم، وأثناء عبوره لمسه الخط السلك الكهربائي وكان بقوة فولت 800 فولت، استشهد في الحين. الذكرى كانت مناسبة لوضع عديد المشاريع التنموية حيز الخدمة، فكان ربط ما يزيد عن 300 عائلة بالكهرباء وفك العزلة عن المناطق المعزولة والبعيدة. فك العزلة والله الحمد لله اليوم هي مليحة درك، لا لا بربي إن شاء الله مليحة، مازالت خاصة طريق منا تاع سيدي عيلي هذا ثاني، فهمت؟ كاين دوار من سيدي عيلي وكاين طريق بيطام، هذه اللي تخرج بيطام بلديه بيطام، الرابطه بين قريه تزق سقانه بيطام، كيما نقولوا كاين سوق هنا مشهور بالثلاث حبذا يعني والله، وكانت تخدم تفك بزاف. اليوم راكم شفتوا في دايره سقانه وبلدياتها والقرى المجاوره لها واصلنا مشاريع التنميه على المستوى المحلي، كلها مشاريع تنمويه تدخل في اطار التنميه التشاركيه التواصليه ورفع الغبن على المواطنين، وايضا من اجل تحسين الاطار المعيشي لهؤلاء السكان. مشاريع تنمويه من شانها ضمان حياه افضل لساكنه المناطق النائيه والبعيده. وأخيرا تمكن ساكنة الحروش بولاية سكيكدا من تجاوز مشكل نقص المياه بدخول محطة التصفية والضخ بحماد كظومة حيز الخدمة منذ أيام، حيث تبلغ نسبة تزويدهم 30,000 متر مكعب يوميا من الماء الشروب. رضا تبرماسين وأكثر تفاصيل. هذه هي محطة التصفية والتوزيع بحماد كرومة التي تمت توسيعتها ووضعها حيز الخدمة تأمينا للماء الشروب خاصة بجنوب سكيكدا. العامين الاخير هذو هما وين كاين شويه تاثير في فيما يخص ازمه الماء، وهذا راجع للجفاف الموجود على مدينه الحروش. راك تشوف عندنا سد زردازه اللي بعد علينا قريب 7 كيلو 8 كيلو اللي اثر علينا بزاف فيما يخص هذا الندره تاع الماء، وايضا تذبذب في توزيع المياه، وهذا راجع للمحطه تحديث البحر اللي شاك فوا تكون فيها اعطاب، تكون فيها مشاكل وين اثر علينا فيما يخص توزيع المياه على مدينه الحروش. بعد ما قفلوا لنا الشبكه تاع السد تاع البار تاع زردازه ولينا نشربوا بتاع البحر، تاع البحر ما كافيش، تلقونا مره في الاسبوع ما تكفيش الحروش كامل. عانينا فوق الشيء اللازم، لكن بعد ما فتحوا هاد ستاسيون اللي سمعنا بها في سكيكدا جديده، وبعد التطمينات اللي طمنونا بها ربما فيه تحسن في الفتره الاخيره هذه. العالي وكذا برا في الاسبوع دفعت 15 يوم، لكن لاحظنا حاليا يعني الاسبوع هذا الحمد لله ترتب الوضع، يعني اصبحنا نستفيد مرتين في الاسبوع خاصه بفضل الموجه من حمادي كرومة لساكن اسم مدينة الحروش. بفضل هذه المحطة تضاعف تزويد دائرة الحروش ببلديتها 3 أضعاف، شأنها في ذلك شأن عاصمة الولاية والبلدية المجاورة. ما يخفلكمش أن الرواق الجنوبي لسكيكدا اللي هو حروش ومزاد تشيش وصالح بوشعور وعين بوزيان كان يتمول سابقا من سد زردازة، والجميع يعرف باللي سد زردازة قلت فيه المياه براسك نول، وبالتالي امناه من انطلاقا من سكيكدا، وبالتالي احنا نبعث لهم كنا نبعث لهم من مناحه التحليه البحر نبعث لهم 14,000 متر مكعب يوميا لهذه الـ4 بلديات، شيء قليل. بهذا الانجاز
تاع دخول عند دخول المحطه هذه حيز الخدمه تمكننا من مضاعفه هذا الرقم. الان المنطقه الجنوبيه راهي تتزود بحوالي 30 ألف متر مكعب يوميا منذ 18 فبراير تاريخ بدايه وضع هذه المحطه حيز الاستغلال. تدفق 30 ألف متر مكعب يوميا من الماء الشروب سمح أخيرا بتزويد منتظم لمواطنين اقتصرت حنفياتهم على رؤية الماء مرة واحدة في الأسبوع ولسنوات طويلة. ولتفاصيل أوفى حول الموضوع معنا رضا تبرمسين من ولاية سكيكدة. نعم بالفعل الأمر تحول فجأة هنا على مستوى دائرة الحروش ببلديتها الثلاث الحروش والصالح بوشعور وأيضا أمجازة شيش. بعد أن كان المواطن هنا على مستوى الدائرة يتزود بهذه المادة الحيوية أي الماء الشروب يوم واحد في الأسبوع أصبح الأمر أو قلت تحول فجأة لأصبح التزود بهذه المادة يشكل يوميا في بعض البلديات وربما بدرجة أقل يوم من يومين. للحديث أكثر حول هذا التحول الذي انطلق منذ أيام وجيزة يطيب لي أن يكون برفقتي السيدة الفاضلة السيدة حليمة الخضري رئيس دائرة الحروش. المواطن راض حسب ما لمسناه وما وجدناه هنا في الحروش بمختلف بلدياتها. شكرا سيدي. ندرة المياه التي عرفتها المنطقة مؤخرا راجعة للجفاف وعدم سقوط الأمطار وراجعة أيضا لسد زردزة الذي جف على آخره، الأمر الذي كان يستحصي أمرا يستحصي بالخصوص. كنا نوزع المياه خطرة أنجور سير سد ومن بعد توصل الأمور ليوم في 10 أيام حتى 15 يوم، وهذا راجع أيضا للأعطاب التي تعرفها من محطة التحلية التابعة لسكيكدا. أصبحت البلديات الثلاثة صلاح بوشعور مزازة شيش والحروش تزود مرة كل يوم مرتين كل 3 أيام والمواطن راض عنها ولاحظ التحسن الملحوظ في عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب. لاقت العملية هذه هذه من جهة أخرى لو كان نقولوا باللي كمية 30 ألف متر مكعب يوميا تصل بطاقة تخزين هنا 10 ألاف متر مكعب يوميا أيضا هل هي كافية إلى حد ما خاصة أنه نحن على مقربة على بعد أيام قليلة من شهر الفضيل؟ 30 ألف متر مكعب كافية لكن نحن نعاني هنا في بلدية الحروش والمنطقة نتاعنا فلاحية فيها ديبيكاج إليسيت. إن شاء الله احنا مع مصالح البلدية ومصالح شرطة المياه وقمنا بعمليات وقمنا بتفتيشيات على مستوى المناطق وين كاين هذا البيكاج، إن شاء الله نسارع وناخذ التدابير الضرورية من أجل معالجة هذه التسريبات بإذن الله. بإذن الله. كلمة أخيرة قبل ما نختم نقدر نقول للمواطن على مستوى بلدية الحروش بلدية صلاح بوشعور وبلدية مجز الشيش هو في مأمن مائي يعني حقق الأمن المائي على مستوى هذه الدائرة؟ مواطنين على مستوى الدائرة حققوا أمن مائي يعني معتبر وفرحين بزاف، واليوم يعني بالمناسبة استقبلت عدة مواطنين حق راضين واستحسان ملحوظ والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله نواصلوا كما هاك ان شاء الله. شكرا سيدتي الفضيلة. بالفعل يعني هناك مسار أو تحول محسوس وملموس هنا على مستوى دائرة الحروش. الأمن المائي هو وسيلة من وسائل الاستقرار الاجتماعي ولنهضة تنموية أخرى. الحديث يطول ويطول لكن نكتفي بهذا الشق لنقول مرة أخرى ونؤكد أن الحروش استطاعت من الوصول إلى الأمن المائي. إليكم الخط. شكرا لك رضا وللضيفة الكريمة على كل هذه التفاصيل. وبمواصفات عالمية وخبرات جزائرية انتهى تشغيل المدرج الجديد للطائرات بمطار تخمات إبراهيم غومة بولاية إليزي في مرحلته الأولى حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% ما لقي استحسان المواطنين حول هذا المشروع الذي سيقدم إضافة نوعية للولاية. هارون لوميتي. مدرج رئيسي جديد تدعم به مطار إبراهيم غومة بإليزي بسعة تحمل تفوق 400 طن
بمواصفات عالمية وتجهيزات عصرية ومتطورة. هذا المدرج إن شاء الله نحن كمواطنين ولاية إليزي نستبشر الخير إن شاء الله. مستقبلنا راح تكون طائرات يعني بكثافة، ورحلات راح تكون أكثر فأكثر، والتنمية تاع الولاية راح تكون بهذه الطريقة إن شاء الله. احنا المستبشرين الخير إن شاء الله بالمدرج تاع المطار تاع إليزي تخام تقوم إبراهيم. الله استبشرنا خير إن شاء الله، كتر خير الدولة نتاعنا إن شاء الله. سيكم وهرتي سيتي تاكلي ونجر ليزي تمدا نتيات هضنين دين ندير بالك انا نسيتي نكتي الخارج هرت وسمسين السيدارة نكيض باش لا ندير الدنيا جوتني. الاشغال هيئت بخبرات جزائريه وباحترافيه عاليه من طرف شركه كوسيدار الجزائريه، فبعد الان اصبح بامكان الطائرات بالهبوط على هذا المدرج حتى اثناء الاضطرابات الجويه. المشروع ككل هو على عباره عن ثلاث مراحل، المرحله الاولى سي لابيس سكوندار، المرحله الثانيه سي لابيس برينسيبال، ثم ننتقل للمرحله الثانيه في الباركينغ. دونك الاشغال انتهت بصفه نهائيه على مستوى المدرج الثانوي. رافقنا احنا المؤسسه في جميع الانشغالات تاعها، سواء كانت من جانب الدراسات او من جانب المواد البناء لي زاغريكا. اشغال راهي متوقفه نظرا اللي لازم نديروا لي زيسي تاع لابيست هذه اللي تخدمت. لما تكون فيها لومولوغاسيون تاعها نفتحوها للطيران باش نشرعوا في الاصلاح تاع لابيست قديم. المشروع يسير بوتيره مقبوله في انتظار تسليمه في الاشهر القليله القادمه. هم على استعداد تام وجاهزيه لمجابهه مختلف المخاطر بكل الوسائل. رجال تجندوا لخدمة المواطن، محترفون في أداء مهنة إنسانية قبل كل شيء، والعينة من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية بشار مع عبد النور حامل. حماية الخدمة علو. احترافية وجاهزية أعوان الحماية المدنية يعكس مدى تحقيق الحماية للأفراد والممتلكات. هنا بالوحدة الرئيسية بولاية بشار جهود حثيثة تبذل، تدخل واستعداد وجاهزية دائمة في سبيل خدمة المواطن والوطن. نكون على أهبة الاستعداد من أجل التدخل في مختلف الحوادث والكوارث التي ممكن أن تحصل للمواطن. كل أعوان على قدر عالي من المسؤولية ويتمتعون بخبرة، خبرة لا بأس بها أثناء التدخلات في مختلف الأخطار. الحماية المدنية الجزائرية حققت عدة إنجازات على المستوى الوطني والمستوى الدولي، ورانا نشوفوا الحمد لله الشيء اللي نخدموه معلم بغير ربي سبحانه. نعمل دائما على التقرب من المواطن لترسيخ الثقافة الوقائية لتصبح منهج الحياة للإنسان والمواطن في جميع مجريات حياته. يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الكوارث والأزمات عمليات إنقاذ وإطفاء للحرائق وأعمال إغاثة تنفذ بشكل يومي للحد من الخسائر المادية والبشرية. تم إنشاء وتكوين على مستوى ولاية بشار على غرار باقي الولايات مفرزة تتشكل من زهاء 60 عنصر مدعمة بوسائل مناسبة بإمكانها التدخل في أي مكان وزمان. أناس رهنوا أنفسهم لحماية المواطنين ومساعدتهم بإرادة وعزيمة إنسانية، فكسبوا قلوب كل الجزائريين. التكفل ومرافقة مرضى السكري خاصة الأطفال من اهتمامات الأطباء المختصين الذين يسعون من خلال تنظيمهم لملتقى طبي تكويني للإطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال وتحقيق نظام غذائي سليم. مختارية بن مريم. أصبح مرض السكري لدى الأطفال ينتشر في المجتمع بشكل ملاحظ والأسباب متعددة، لذا يقوم الطاقم الطبي المكلف على توعية الأسرة للمحافظة على النظام الغذائي السليم للمريض. مرض السكر عند الطفل البدين يكون صعب التكفل به، كل البدانة هي تعتبر مطرح المشاكل، عدة مشاكل وأمراض. لا نستعمل حمية حادة على الطفل، ولكن نظام غذائي اللي يساعده على النمو في نفس الوقت لا يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية. نحاولوا نرافقوهم بأنه نعطوهم أمل أنه هناك علاجات الآن متطورة والحمد لله يعني متوفرة حتى في بلادنا،
يكفي أنه الإنسان يكون عنده تأمين اجتماعي، ويكفي أنه يكون عنده طبيب معالج. جمعية أطباء ورقلة وكالعادة ذابت على تنظيم ملتقى طبي تكويني يتمحور حول داء السكري والربو لدى الأطفال بحضور أطباء من مستشفى بير طراريا بالجزائري والمؤسسة الاستشفائية بورقلة بهدف تمكين الطبيب المختص بالتكفل الأمثل بالمريض. نشوفوا إذا كان حاجة جديدة باش نقدروا يعني نعقبوها الأطباء هنا نتاع ورقلة ونديو منهم التجربة نتاعهم ثاني، وهذه واحدة. وثانيا يعني إذا كان كاش حاجة جديدة في التكفل عند جميع الأمراض الطفل، الأطباء نتاع ورقلة يعني يستفادوا منها. ماهوش غير جانب دراسي فقط، فيه جانب علمي كما نقول تقديم خدمات صحية، حيث أن الأساتذة الأطباء والمختصون اللي نعرضوهم يجوا هنا يقدموا خدمات ولا يقوموا بمعاينة الأطفال. جمعية أطباء ورقلة تسعى من خلال الملتقيات لتقديم خدمة صحية مثلى لمرضى السكري، وكذا الاستفادة من الخبرات والأبحاث في المجال الطبي. يعتبر استعمال الأسمدة من أهم شروط ضمان مردود جيد للمنتجات الفلاحية التي يعتمد عليها الفلاح، والتي تعرف دعما من طرف الدولة بنسبة 50% في ظل ارتفاع أسعارها. وأمام الحاجة الملحة للفلاحة لهذا العنصر الهام، جاءت تجربة الفلاح عبد القادر من ولاية الشلف كحل بديل للأسمدة والتي يعتمد فيها على مخلفات الحيوانات. التفاصيل مع كريمة لشمت. مجن فلاحي كما ونوعا تقابلها طرفا ظروف طبيعية ملائمة وشروط فلاحية متوفرة، بما في ذلك تثبيت البذور وتغذيتها التي يلجأ الفلاحون في ذلك إلى استعمال الأسمدة هاته الأخيرة التي تعرف ارتفاعا في أسعارها رغم دعم الدولة لها بنسبة 50%. الأسمدة مليحة بصح غالية، ماناش نقوو. الأمبيكا راه دير 19 ولا الجملين غالي بزاف. الأسمدة هي الصح في الفلاحة، هي الصح، لازم كل ما دير الأسمدة كل ما كاين الإنتاج، مي كي تكون غالية هكا غادي ينقص شوية الأسمدة. وأمام أهمية استعمال الأسمدة من جهة ومعاناة الفلاح من تكاليفها من جهة أخرى، ولدت من رحم محيط الأرض الفلاحية تجربة عم عبد القادر، واحد من فلاحي ولاية شلف، والتي تعتمد في الأساس على مخلفات الحيوانات كسماد طبيعي. ومشيت مع هذا الفكرة تاع الفضلات تاع الدجاج وتاع البقري وكاع، يعني ما كنا كنت بكري نربدها ونديها للشجره ونديها نديرها نفرخها مع الودروه تاع الدلاع ونديروا الحفره، يعني كانت تعبنا قوي. ومن بعد نربدوها ونزربعوها مع الارض كامله، وهي لازم تتطلب الماء باش تذوب، الماء ما تقدرش باش تذوبها. دروك جاتني فكره واحده اخرى، يعني سهله على كاع الفلاح، يعني يجيبها يديرها في الماء، كي يديرها في الماء تروح ليكيد، كي يديرها في الماء في الباسة نتاعو على جهة دير تريسودي، ومن بعد من التريسودي هذاك يجيب واحد شبايك رقيق نديرو حنا للناموس هكا واحد شغل فيتر، ويولي يفرغ الفضلات منا وين يفرغ البير تاعو يفرغ الماء تاعو، وعندو الموتور تاعو مين يخرج او مقطوعة قاطعة بالفيتر هذاك، صافي الماء يخرج صافي للموتور تاعو ويروح للمزرعة. عملية تتم عبر رش محوري بما يضمن تثبيت البذور وتغذيتها، أثبتت نجاعة التجربة لمن استعان بها من فلاحي المنطقة. هذا الفكرة تاع الفضلات هي نقص على روحنا من مصارف، جربتنا وخدمنا بها البطاطا وخدمنا بها الطوماطيش وخدمنا بها عطاء للإنتاج، لا بس الحمد لله يا ربي محصول مليح واللذة مليحة، وينقص علينا الأسمدة، نقدروا نقصوا 80% من الأسمدة، نقصوا لروحنا لانجري، ونقصوا من هذه الأدوية الريح ومن هذه الأمراض المزمنة،
يعني وانا عندي تجربه بخطوات كلها ثقه ومعرفه كبيره بحاجه الارض المعطاء. يسعى في ذلك عمي عبد القادر الى تعميم التجربه بما يضمن سمادا طبيعيا يتعدى تحقيق انتاج فلاحي وافر النوعي الى صحي. ختام النشره في امان الله.